السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا كاملين الدروس ديال الامتحان الموحد الإقليمي في مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي دورة يونيو 2021، من بعد ما درت معكم الإطار المرجعي ديال مادة اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الإطار المرجعي ديال مادة الرياضيات. اللي باقي ما تفرجش في الدروس ديال الامتحان الموحد الإقليمي مادة اللغة الفرنسية غادي نخلي له ليان في ديسكريبسيون. منين تسالي هاد لا فيديو مشي وتفرج ليه باش تعرف الدروس اللي خصك تراجع باش تكون ان شاء الله مزيان نهار ديال الامتحان وتجيب نقطه مزيان. اذا هاد لا فيديو ليكم، مرحبا بكم. اذا هادو هما الاطر المرجعيه المحينه الخاصه بالامتحان الاقليمي الموحد لنيل شهادات الدروس الابتدائيه. في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم على الاطار المرجعي ديال ماده الرياضيات. من بعد ما هضرت على الاطار المرجعي ديال اللغه الفرنسيه جاء الدور على ماده الرياضيات. اذا غادي نبداو على بركه الله. موجهات بناء الاطار المرجعي المكيف، اذا بناء على تحليل منهاج ماده الرياضيات السنه السادسه من التعليم الابتدائي والكتب المدرسيه والدلائل ديال الاستاذ والاستاذ، تم اعتماد اربعه مبادئ في اعداد الاطار المرجعي المكيف للامتحان الموحد الاقليمي. المبدا الاول تحديد اهداف التقويم بناء على ما تم انجازه فعليا من البرامج الدراسيه. المبدا الثاني المجالات المعنيه بالامتحان، عندنا اربعه ديال المجالات اللي كنعرفوهم دائما، الاعداد والحساب، الهندسة والقياس والتنظيم ومعالجة البيانات. المبدأ الثالث المهارات المعنية بالتقويم، إذا تطبيق وحل المسائل. المبدأ الرابع إعطاء نفس درجة الأهمية لكل هدف، إذا جميع الأهداف عندهم الأهمية نفسها. إذا كنمروا الوصف المجالات بدلالة الأهداف. المجال الرئيسي الأول العدد والحساب أو العد والحساب. المجال فيه جوج ديال المجالات الفرعية، مجال فرعي رقم واحد ومجال فرعي رقم اثنين. مجال الفرعي رقم واحد إجراء حسابات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد العشرية والأعداد الستينية. إذا خصكم تكونوا قادرين أنكم تجريوا الحسابات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والكسرية والعشرية والأعداد الستينية. واحد حساب مجموع وفرق أعداد صحيحة طبيعية وأعداد عشرية في وضع عمودي وفي وضعية اختبارية واحدة. أنك تكون قادر أنك تجمع وتطرح أعداد صحيحة طبيعية وكذلك أعداد عشرية يعني في وضعية عمودية، حساب مجموع وفرق وجداء وقسمة أعداد كسرية في وضعية اختبارية واحدة. إذا أنك تكون قادر كذلك أنك تجمع وتطرح ودير الجداء والقسمة ديال الأعداد الكسرية، مفهوم؟ ثالثا عندنا حساب جداء عدد صحيح طبيعي وعدد عشري في وضع عمودي، إذا كذلك الجداء ديال واحد العدد صحيح طبيعي في واحد العدد عشري. أربعة حساب الخارج المضبوط لقسمة عدد صحيح طبيعي لعدد عشري أو العكس، يعني انك تكون قادر تنجز واحد القسمه ديال واحد العدد عشري على واحد العدد صحيح ولا العكس ديال واحد العدد صحيح على واحد العدد عشري، مفهوم؟ بالنسبه للمجال الرئيسي والمجال الفرعي رقم 2 التناسبيه، يعني كل ما يتعلق بالتناسبيه خصني نكون عارفه. بنحل المسائل تتعلق بالتناسبيه، سعر الفائده السنويه، سلم التصاميم والخرائط والكتل الحجميه. اذا هذوما فقط ثلاثه ديال المحاور اللي غادي يكونوا في التناسبيه مع الاكتفاء باحد المواضيع الوارده بين قوسين، يعني اما غيعطيكم سعر الفائده السنويه ولا سلم التصاميم والخرائط ولا الكتله الحجميه، مفهوم؟ نمروا الان للمجال الرئيسي الثاني مجال الهندسه، فيه اربعه ديال المجالات فرعيه. مجال فرعي رقم واحد انشاء الزوايا، يعني انك تكون قادر انك تنشا منصف زاويه معطات باستعمال الادوات الهندسيه، يعني تدير داك البيسيكتريس دان نونغل، يعني دير المنصف الزاويه. مجال الفرعي رقم 2 انشاء الاشكال الهندسيه الاعتياديه، انك تكون قادر انك تنشا الاشكال الهندسيه العاديه، المربع، المتوازي، الاضلاع، المعين، شبه منحرف الى غير ذلك باستعمال الادوات الهندسيه. المجال الفرعي 3 التماثل المحوري، انشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي معطى على شبكه تربيعيه بالنسبه لمحور التماثل المعلوم، يعني انك تعرف ترسم محور التماثل، يعني شكل بالنسبة لشكل آخر على مستوى محور التماثل. المجال الفرعي الرابع والأخير مساحة المضلعات الاعتيادية، يعني حل المسائل تتطلب حساب مساحة شكل هندسي اعتيادي، أنك تكون قادر تحل واحد المسألة واللي باش تحل داك المسألة خصك ضروري تعرف المساحة ديال الأشكال مع الاكتفاء بأحد الأشكال الهندسية، يعني إما يعطونا مثلث إما مربع إما مستطيل إما معين إلى غير ذلك، مفهوم؟ يعني ماشي غادي يديروا لنا المثلث ومحشي فيه مربع ومحشي فيه مستطيل، اما يكتفي بواحد فيهم. المجال الرئيسي الثالث القياس، فيه جوج ديال المجالات فرعيه. مجال فرعي رقم واحد اجراء تحويلات على وحدات القياس، اذا التحويل
هذه خصكم تكونوا عارفينها، يعني خصكم تكونوا ضابطين جميع الجداول ديال التحويلات، جدول وحدات قياس الطول، جدول وحدات قياس الكتلة، جدول وحدات قياس المساحة، وكذلك تحويل قياس الحجوم، مفهوم؟ بالنسبة للمجال الفرعي رقم 2، حجوم المجسمات الاعتيادية، يعني أنك تكون قادر تحسب الحجم ديال واحد المجسم اعتيادي. حنا كنعرفوا المجسمات الاعتيادية اللي قريناهم هما المكعب ومتوازي المستطيلات. كيفاش كنحسبوا الحجم ديال المكعب؟ الحجم ديال المكعب كنحسبوه في الفوليوم، كيساوي ماذا؟ كيساوي ا في ا في ا، يعني الحرف في الحرف في الحرف. علاش؟ لان المكعب جميع الاوجه ديالو عباره عن مربعات، والمربع ما عنده لا طول لا عرض لا ارتفاع، مفهوم؟ بالنسبه لمتوازي المستطيلات، الاوجه ديالو عباره عن مستطيلات، اذا عنده طول، عنده عرض، وعنده الارتفاع. اذا في كيساوي الطول في العرض، هذيك المساحه ديال القاعده، مضروبه في الارتفاع. اذا ال في ال في اش، الطول في العرض في الارتفاع، يعني غادي نحسبوا الحجم ديال كل مجسم، مفهوم؟ وغادي يكتفيوا لنا كذلك بمجسم واحد، اما يعطيكم مكعب ولا متوازي مستطيلات. المجال الرئيسي الرابع والاخير، تنظيم ومعالجة البيانات، وغيعطيو سؤال حول المسائل. اذا حل مسألة تتطلب تأويل بيانات واردة في جدول او في مخطط، او في مخطط بقضبة، يعني بأعمدة ولا الى غير ذلك. يعني عندي مثلا واحد الشكل ولا مخطط بالأعمدة، كيفاش نرجعو مثلا مخطط على شكل مدرج، على شكل مثلا جدول؟ اذا كيفاش نأول داك البيانات؟ داكوغ، باش نجاوب على الأسئلة المطروحة. بالنسبة لجداول التخصيص، يعني الحساب النسبة المئوية إلى غير ذلك، إذا عندنا الأعداد والحساب، عندي الأهداف من 1 إلى 5، الهندسة من 6 إلى 9، والقياس من 10 إلى 14، وتنظيم معالجة البيانات 15. يعني شحال خصنا ديال الأسئلة؟ خصنا 15، يعني 15 هدف خصنا نطبقو، صافي. عندي أهمية المجالات بالنسبة للمادة، يعني كل مجال شنو هي الأهمية ديالو. بالنسبة للعد والحساب، الوزن ديالو يعني الأهمية ديالو 33%. بالنسبة للهندسة الوزن ديالها 27%، القياس 33%، وتنظيم ومعالجة البيانات 7%، يعني المجموع 100%. أهمية المستويات المهارية بالنسبة لمجالات المادة، إذا تحدد أهمية كل مهارة بالنسبة لمجال معين بقسمة تردد هذه المهارة على مجموع مهارات نفس المجال. هكا، إذا الأعداد والحساب بالنسبة للتطبيق 80%، وحل المسائل 20%، الهندسة تقريبا 75% كلها تطبيق، و25% فقط حل المسائل. القياس عنده 80% من حيث التطبيق، و20% فقط من حل المسائل. بالنسبة للتنظيم ومعالجة البيانات، ما كاينش تطبيق، بل كلها حل المسائل، وبذلك نجد المجموع يساوي 100%. ثم أخيرا، أهمية المجالات والمستويات المهارية، تحدد أهمية كل مستوى مهاري بالنسبة لمجال معين كما يلي. يعني كنضربوا أهمية المستوى المهاري بالنسبة للمجال، كنضربوا في الوزن ديال هذا المجال. عندي الأعداد والحساب تطبيق 26%، وحل المسائل 7%، يعني 33% اللي قلناها. الهندسة 20% بالنسبة للتطبيق، 7% من حل المسائل، 27%. القياس 26% التطبيق، و7% ديال حل المسائل هي 33%. تنظيم ومعالجة البيانات 7% ديال حل المسائل. عناصر موجهة لبناء الاختبار، إذا هذه كتكون موجهة للأساتذة، يعني حنا كأساتذة خصنا نشوفوا هذا الجدول بعين الاعتبار، باش نطرحوا الأسئلة ديالنا اللي غادي يجاوبوا عليها التلاميذ والتلميذات، مفهوم؟ إذا المجالات هما هادو، الأعداد والحساب، الرقم ديال الأهداف من 1 إلى 4، عدد الأسئلة 4 ديال الأسئلة، أسئلة مغلقة. السؤال الخامس هو عبارة عن مسألة، كيكون إذا بالنسبة للنقاط 10 ديال النقاط خاصة بهاد 4 ديال الأسئلة، و3 ديال النقاط بالنسبة للمسألة. المجموع ديال النقاط بالنسبة للمجال ديال الأعداد والحساب هو 13 نقطة. نمرو للهندسة، من 6 حتى 8 ديال الأهداف، يعني من 6 حتى 8، 3 ديال الأسئلة، أسئلة مغلقة، 8 ديال النقاط. السؤال التاسع عبارة عن مسألة عليها 3 ديال النقاط، المجموع ديال النقاط هي 11 نقطة بخصوص الهندسة. بالنسبة للقياس، من 10 حتى 13، يعني الأهداف من 10 حتى 13، اللي هم 4 ديال الأسئلة، أسئلة مغلقة، 10 ديال النقاط. والسؤال 14 مسألة 3 ديال النقاط، والمجموع ديال النقاط بالنسبة للقياس هو 13 نقطة. أخيرا، تنظيم ومعالجة البيانات، كيكون سؤال واحد عبارة عن مسألة عليه 3 ديال النقاط، وبالتالي الامتحان كامل كيكون على 40 نقطة. منين كنجمعوا النقاط على 40 نقطة، كنقسموا على
4 باش نعرفوا النقطة على 10 اللي غادي تحط لك في مادة الرياضيات. وبهذا كنكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الإطار المرجعي لمادة الرياضيات بالنسبة للامتحان الموحد الإقليمي السادس ابتدائي دورة يونيو 2021. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش نزيد ندير معاكم فيديوهات أخرى، باش نديروا إن شاء الله تصحيح ديال الفروض وامتحانات ديال المستوى السادس ابتدائي باش توجدوا مزيان إن شاء الله الامتحان. باقي الإطار المرجعي ديال اللغة العربية والتربية الإسلامية ترقبوه. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.